والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا ربي وحدك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الإخوة الأخوات، حياكم الله، وطبتم وطاب ما أسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أبدأ كلامي معكم بأطيب تحية، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب بي اللقاء أن أقف بين يدي إخوتي في هذا المسجد المبارك، داعيا المولى جل وعلا أن ينزل البركة على أهل هذه البلدة المباركة، وأن يمدها إن شاء الله تعالى بالغيث، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه البلدة من البلاد التي نحبها هنا في إندونيسيا سيدوورجو، لا سيما وأن هذه البلدة هي بلدة وموطن ومسكن الدكتور حبيبنا إمام فوزي. وابتداء نذكر أنفسنا بأنه من عظيم منة الله تعالى علينا بأن وفقنا لإدراك هذه الصلاة المشهودة، لأن هذه الصلاة صلاة تشهدها الملائكة. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. بل إن المحافظة على صلاة الفجر والمحافظة على صلاة العشاء إنما هما بابان من أبواب النور إن شاء الله تعالى. فالناس يوم القيامة وعند الحساب وعند البعث أحوج ما تكون إلى النور. والنور هذا لا يتحصل عليه ببطاريات ولا كشاف ولا جوال وما إلى غير ذلك. إنما يتحصل عليه بالأعمال وبالطاعات وبالقربات لله تعالى، وأعظم أبواب هذا النور المحافظة على صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم مثل صلاة الفجر بالنور التام يوم القيامة. فأهل الفجر هم أعظم الناس بإذن الله تعالى في الدنيا وجوها نورا، وفي الآخرة أيضا. وَالَّذِينَ
هذا ابتداء. ثانيا الحديث عن المسجد الأقصى وما يتعرض له المسجد الأقصى من محاولات اقتحام وتهويد وتدنيس، فالحديث في هذا إن شاء الله يحتاج منا بعض الدقائق. فالآن يعني تو وصلت لي رسالة بأن هناك اقتحام كبير جدا من المستوطنين لساحات الأقصى الشريف. فهذه الأيام يتعرض المسجد الأقصى لمحاولات كبيرة وبأعداد كبيرة جدا من المستوطنين من أجل تدنيس المسجد الأقصى وتفرقة المصلين. حيث أن أعداد المصلين والذين وصلوا إلى ساحات الأقصى أعداد كبيرة جدا، أتكلم عن المقدسيين وعن الفلسطينيين وعن الزوار من غير الفلسطينيين. هذا كله غاضى الاحتلال وغاضى إسرائيل، فجمعت الجيش وجمعت الشرطة والمستوطنين وقاموا في كل يوم باقتحام المسجد الأقصى. وقاموا بإطلاق النار على المصلين وإطلاق الغاز المسيل للدموع وتفرقة المصلين، وعاثوا في المسجد الأقصى فسادا وخرابا كبيرا. حيث بلغ عدد من تم اعتقالهم في فقط اليومين الماضيين على ما يزيد عن 400 مصلي في المسجد الأقصى. وأكثر من 200 جريح. فالمسجد الأقصى في كل يوم يتعرض للتهويد، في كل يوم يتعرض للتشريد، في كل يوم يتعرض للاقتحامات دون ما أن يحرك العالم ساكنا. هذا أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، هذا ثالث المساجد وضع في الأرض، أرض المحشر وأرض المنشر. ومع ذلك فإن جرائم الاحتلال في كل يوم في الأقصى وفي المقدسات تزداد، وفي كل يوم يزداد الأمر سوءا على أهل القدس الشريف. لكن بإذن الله تعالى النصر قادم، وتحرير الأقصى بإذن الله تعالى بات قاب قوسين أو أدنى. لأن شهر رمضان هو شهر الانتصارات، لأن شهر رمضان شهر العزة والقوة للإسلام والمسلمين. رمضان يذكرنا بغزوة بدر، يذكرنا بفتح مكة،
يذكرنا بمعركة حطين التي قادها صلاح الدين وحرر فيها الأقصى الشريف. فاهتمام الخلفاء الراشدين واهتمام الصحابة والتابعين في فلسطين إنما هذا يلقي في ظلاله علينا أن نهتم بفلسطين وأن نجعل تحرير الأقصى هو العنوان الأول. وأريد أن أقول لكم بأن هذا كله بإذن الله تعالى، الاعتقالات والقتل والتشريد والتهويل، هذا بإذن الله تعالى لن يثنينا على أن نستمر في طريق النصر وطريق التحرير. أما الحديث عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية فالحديث عن جرائم لا تتوقف. فقطاع غزة رغم أنه حوصر حصاراً شديداً وخاض حروب مدمرة وطاحنة إلا أنه ما زال حتى هذه الأيام يقدم الشهداء والجرحى والمصابين. لكن في الحقيقة بأن الحصار خف قليلاً عن أهل قطاع غزة بعدما أن كان حصاراً مشدداً، قلة ماء، قلة كهرباء، قلة مأكل، قلة الدخول إلى غزة، صعوبة الخروج من قطاع غزة، هذا من شأنه يعني خفف على الناس كثيراً. إلا أن جرائم الاحتلال مستمرة ومتواصلة، ففي كل يوم يستيقظ الغزيون فيه على قصة وعلى رواية وعلى حكاية جديدة. وكانت آخر مآسي فلسطين امرأة مسنة كبيرة فقدت البصر في أحد عينيها في طريقها، قام الاحتلال بإطلاق الرصاص عليها وتركها تنزف حتى فارقت الحياة. لك أن تتخيل بأن هذا على البث المباشر، الصورة مباشرة يراها الناس وهم يقتلون هذه المرأة ويمنعون سيارات الإسعاف من أن تصل إليها حتى ماتت.
ini kejadian peristiwa ini langsung dihadapan kameramen, dihadapan kawan-kawan lama yang menyiarkan secara langsung peristiwa itu, dan kita bisa melihat bagaimana para pekerja itu melarang mobil ambulan yang untuk memberikan pertolongan kepada perempuan ini. المشكلة ليست هنا. المشكلة في أن هذه الأم كانت أم لستة أيتام، أم لستة أيتام، الأب كان ميتا، وهذه الأم تطعم هؤلاء الصغار، تسقيهم، تذهب بهم إلى المدرسة، تعلمهم، تربيهم. لك أن تتخيل كيف استوعب هؤلاء الصغار موت أمهم. Yang bapaknya sudah meninggal sebelumnya, ibu inilah yang senantiasa mengasuh kayak anak-anaknya, memberikan perhatian kepada mereka, yang mengajari mereka banyak hal. Bagaimana kelak kehidupan enam anak yatim ini meninggal sang ibu? ينتظرون عودة أمهم ثم بعد ذلك يشاهدون خبر وفاتها على التلفاز أمام أعينهم. كيف يا ترى سيصبح هؤلاء الأيتام من حيث المأكل المشرب العيش الحياة؟ وهذا تقريبا في كل يوم نصبح على قصة مثل هذا النوع من القصص. Kejadian seperti ini terjadi hampir setiap hari, selalu saja ada cerita tentang kejadian yang modelnya seperti ini. لكن كل هذا كما قلت لن يثنينا ولم يؤثر في عزيمتنا، بل بإذن الله تعالى هذا يزيدنا إصرار على التقدم علميا والتقدم يعني فكريا والتقدم إن شاء الله تعالى خطوات كبيرة في النصر والتمكين. فرغم سقوط الجرحى ورغم سقوط الشهداء ورغم مساومة الاحتلال علينا على أن نترك الجهاد ويتركوننا في حالنا، إلا أننا لا نرضى في ذلك أبدا ولن نستسلم. فغزة لا تدافع عن الأقصى فقط، وإنما تدافع عن دين وعن عقيدة الأمة الإسلامية كلها. ونموذج آخر من نماذج الثبات والصمود والتحدي في قطاع غزة ونموذج الطفلة هدى أبو غالية. هذه الطفلة هدى أبو غالية ذهبت مع أسرتها للتنزه إلى شاطئ البحر وكان عمرها 12 عاما، بينما هم يفرحون ويلعبون قام الاحتلال بإطلاق قذيفة على هذه العائلة. فقد الأب وفقدت الأم وستة من أشقاء هدى أمام عينيها. هدى bersama dengan keluarganya, bersama dengan bapak, bersama dengan ibu, dan bersama dengan 6 orang saudara laki-lakinya. Ketika mereka sedang gembira di pantai itu bermain sama kemarin, tiba-tiba penjajah yang mengarah kampung ke arah mereka, dan mereka semua yang meninggal dunia, sang bapak, sang ibu, 6 saudara itu, kecuali satu anak kecil ini yang bernama Miguel Moreno. Semuanya meninggal, jadi hadapan mata. ذهبت مع أسرتها كاملة يفرحون يلعبون، ثم بعد ذلك تبيت وحدها، لا تجد الأب ولا تجد الأم
ولا تجد إخوة ولا تجد أخوات، هي واحد فاق هي وحدها الناجية. لكن الطالب هدى استمرت في العلم واستمرت في التعلم وفي الصبر حتى تخرجت من الجامعة وحصلت على شهادة البكالوريوس في الحقوق حتى ترفع قضية على الاحتلال لدى الأمم المتحدة. فقطاع غزة لا يرفع الراية البيضاء ولا يستسلم، بل يصنع المعجزات من لا شيء. فالمدرسة التي تهدم في اليوم الثالث بناء خيم بجوار هذا الهدم وتبدأ المرحلة التعليمية دون توقف. فقطاع غزة في كل عام يخرج آلاف الحفظة والحافظات لكتاب الله تعالى. كان آخر ذلك قبل أيام تسميع 90 طالب القرآن الكريم على جلسة واحدة دون أي خطأ في 9 ساعات. الأمر الثالث هي رسالة شعب فلسطين إليكم أيها الأبطال. أهل فلسطين يقولون بأنكم أنتم منا ونحن منكم ونحن وإياكم على قضية واحدة بإذن الله تعالى. لأنكم أنتم كنتم السند الأول والسند الأخير في دعم أبطال وثبات أهل فلسطين. فأنتم الوجه الثاني لفلسطين، ونحن وإياكم بإذن الله تعالى العلاقة التي تربطنا هي علاقة الأخوة، علاقة الدين، علاقة العقيدة. فحبكم في فلسطين حب كبير لا يعلمه إلا من أتى فلسطين. وقبل أيام خرج مقطع على اليوتيوب استطلاع للرأي، يعني المذيع يقول لأهل غزة هذا علم إندونيسيا، احرق هذا العلم ولك مكافأة $100. كانت الإجابة واحدة، لو أعطيتني $1,000,000 لا أحرق علم إندونيسيا، هذا العلم سيعلق بإذن الله تعالى على ساحات الأقصى الشريف. Bakar bendera ini dan kamu aku beri uang $100.
di 100 derajat. Jawaban dari orang Palestina sama. Apa itu? Kami tidak akan pernah mau membakar bendera ini walaupun dibayar 1 juta dolar. Karena bendera ini nanti yang akan kami pasang di Masjid Al-Aqsa. فإندونيسيا ليست فقط حب وإنما هي حقيقة في قلوب الفلسطينيين. ومما يدلل على هذا صليت أنا وإخواني في مسجد في ديبوك وبعدما انتهينا من الصلاة إذ بالإمام ينظر إلينا نظرة استغراب. فعندما أتى إلينا قال من أين أنتم؟ قلنا له من فلسطين. قال فلسطين ما شاء الله، وتغير وجهه ورحب بنا ترحاب شديد كثير. قال والله لا تخرجوا من هنا حتى أحسن ضيافتكم. Itu wajah imam ini segera berubah dan menyambut dengan sambutan yang sangat luar biasa hangatnya dan mengatakan, kamu tidak boleh keluar dari sini kecuali setelah kamu aku sambut dengan sangat luar biasa. قلنا له ليس معنا وقت وعندنا عمل وضيافتك واصلة بإذن الله بارك الله فيك قد كتر الله عز وجل خيرك وكتر من أمثاله. فقال والله لن تخرجوا أبدا حتى يعني أعطيكم ضيافتكم وزيادة. فقلت له ولم هذا الإصرار؟ فإذ هو يقول أنا أتيت إلى فلسطين وصليت في المسجد الأقصى والذي رأيته من أهل فلسطين من حبهم لشعب إندونيسيا، هذا واجب علي أن أكرم من يحب شعب إندونيسيا، فلذلك كان الكرم منه كرم كبير جدا. Sudah sepantasnya kami di sini menghormati orang yang datang dari Palestina itu dengan penghormatan yang sebaik-baiknya. أطفال فلسطين، أطفال فلسطين، لو أنك سألتهم عن إندونيسيا وعلم إندونيسيا ومتى حصل استقلال، حصلت إندونيسيا على استقلالها، وأي ذكرى تمر هذه الأيام يعني توافق ذكرى استقلال إندونيسيا، لكان الجواب حاضرا. لأن بصماتكم ظاهرة وواضحة في قطاع غزة، بناء المستشفى الإندونيسي هذا في غزة، أنتم الذين قمتم ببنائه، مسجد استقلال إندونيسيا أنتم قمتم ببنائه، معاهد في غزة أنتم قمتم ببنائها. فحبكم في فلسطين حب كبير حتى
أن الإخوة الذين جاءوا معنا رمضان عام 2019 ما طاب لهم أن يدركوا رمضان في غزة إلا أن يكونوا هنا حاضرين في شعب إندونيسيا. Kawan-kawan kami yang dulu datang tahun 2019 yaitu Indonesia datang dan pengalaman dengan kawan-kawannya itu mereka tidak dapat merasa hidup dengan nyaman di Indonesia, meskipun di fasilitas kembali dari Indonesia sampai mereka datang kembali ke negeri karena saking rindunya dengan Indonesia. Hatta annana fi bidayatil amr كانت هناك مسافة بيننا وبين الطعام إلا أن الطعام في إندونيسيا ألذ من الطعام عندنا في فلسطين. Dia akhirnya mengatakan kesimpulannya bahwa makanan Indonesia itu lebih enak daripada makanan Palestina. Nah, وهذا يعني الفضل لله ثم لإمام فوزي وإيدي الديو الذين يعني ما وفروا جهدا على يعني توفير الطعام وأيضا جلبه لي بالطريقة الإندونيسية. وزوجتي قبل أن أتي إلى هنا أحضرت لي طعام من فلسطين حتى يعني أتناوله، وأنا إلي هنا تقريبا 25 يوما لم أتناول منه شيئا حتى الآن. قلت لها سأعود به إن شاء الله تعالى إلى فلسطين لأن الطعام هنا حقيقة يعني لا يوصف، فهو إماء ومنطب بول ولذات سكالي. فهذا والله حقيقة إنما هو نتاج المحبة، نحب شعب إندونيسيا فلذا واجب علينا أن نحب كل شيء يحبه أهل هذه البلدة المباركة. ولا يسعني في نهاية المقام إلا أن أدعو الله عز وجل بقلب صادق على أن يحفظ الله هذه البلدة وأن يحفظ الله شعب إندونيسيا وأن يبارك الله عز وجل في رجالها وفي نسائها في كبارها في صغارها. فأنتم والله لربما بإذن الله تعالى بحسن معاملتكم وبطيبة قلوبكم وجود كرمكم إنما بإذن الله تعالى سيكرمكم الله في الدنيا والآخرة. فأنتم دعاة إلى الله عز وجل بمعاملتكم، دعاة إلى الله عز وجل بحسن كلامكم، دعاة إلى الله عز وجل بطيبة قلوبكم. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا.
Nasr dan berkata bahwa saya termasuk orang-orang yang muslim. Akhiran, soal سألوني إياه أكثر من أخ هنا من إندونيسيا يقول يا شيخ ما هو دور إندونيسيا في قضية فلسطين والأقصى؟ قلت له باختصار لو أن الأمر ترك لشعب إندونيسيا والله لأتى هذا الشعب إلى فلسطين مشيا على الأرجل دونما أن يستعينوا بكجك ولا كرب. هذا واقع وحقيقة نشهدها ونلمسها بأم أعيننا. نقول لكم في نهاية هذه الكلمة أجركم بإذن الله تعالى على الله، لأن الله عز وجل قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نترك الأمر لسؤال أو لسؤالين إن كان هناك يعني من أسئلة. Assalamualaikum. أكثر كبير لماذا كثير من الناس
la yuti'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa syai'a qala alaihi wasallam fi ghazwati Uhud indama amara ar-rasul ar-rumman an yaqifu fi al-jabal la tanzil mahma la tanzil min al-jabal mahma hadas ahsan walakin idza mara al-ghanam al-ghanam nazal الغنائم والأضواء نزل نعم خلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم عصوه ونزل تمام فحدث وحدث تمام هذا يعني السؤال بقوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي عضوا عليها بالنواجذ. لو أننا التزمنا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم التزاما كاملا ما رأيت حال أمة الإسلام هكذا. Terima kasih. Cukup baik. Mungkin ada lagi pertanyaan pertama tentang keadaan Palestina. Mungkin suara apa? Cukup. Mas. لا يسعني في نهاية هذه الكلمة أيها الأبطال إلا أن أقول لكم في نهاية هذه الكلمة شكرا جزيلا والإنجليزية thank you very much وبلغة إندونيسيا تري مكسي وبلغة جاوة تيمور أتور سوون أتور نوون وبلغة جاوة الغرب أتور سكلكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.